بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي تقدر توصل الموبايل بتاعك باللابتوب او الكمبيوتر من خلال ويندوز 10 عن طريق الميزه الجديده اللي ضافتها مايكروسوفت واللي اتكلمنا عنها في تحديث ويندوز 10 فول كريتورز ابديتس، واللي دايما مايكروسوفت بتفضل تنزل تحديثات وبنعرضها مع بعض ونستعرض ابرز واهم المميزات اللي بتنزلها من خلال ويندوز 10. قبل ما نبدا الشرح حابب اقول لكم اللي هيتم بالظبط هو اني هربط الموبايل بالكمبيوتر عن طريق الرقم، فهيجي لك رساله ومن خلال الرساله دي هيكون في لينك هتدوس عليه فينقلك على برنامج على جوجل بلاي تابع لمايكروسوفت. فلازم يكون عندك حساب على مايكروسوفت اللي هو مثلا زي هوت ميل، ولو مش عارف الحساب سهل جدا جدا، هسيب لكم طريقه عمل حساب على مايكروسوفت من خلال الرابط الموجود تحت الفيديو على طول لو ما كنتش عامل حساب. كمان الميزه مقتصره على حاجه بسيطه بس، هو انك تقدر تشارك الروابط من خلال الموبايل للكمبيوتر، يعني بمجرد ما بتفتح الرابط او اي موقع من خلال الموبايل وتيجي تعمل شير فهتلاقي الاوبشن او الخاصيه الجديده نزلت فهتبعته للكمبيوتر فيفتح من خلال المتصفح بتاعك من خلال ويندوز 10. واعتقد ان مايكروسوفت هتحسن وتضيف حاجات جديده في الميزه دي في الاصدارات والتحديثات الجايه من ويندوز 10، زي مثلا انك تبعت الصور او تبعت ملفات الصوت او الفيديو او الملفات الموجوده عندك، يعني بدل البلوتوث او الواي فاي فهتبعتها دايركت بما انك عامل لينك ما بين الموبايل والكمبيوتر من خلال الرقم بتاعك. يلا بينا نبدا الشرح. دلوقتي هاجي افتح اعدادات الويندوز، كليك يمين على ستارت واختار السيتنجز او الاعدادات، وبعد كده لما يفتح الاعدادات هتلاحظ وجود اوبشن جديد اسمه فون، هتدوس على فون، بعد كده هتيجي تختار اد فون، وتقدر طبعا تختار اندرويد او اي او اس مفيش اي مشكله. بمجرد ما تدوس على اد فون هيجيب لك قائمه بالمفاتيح بتاعه الدول، هتختار المفتاح بتاع الدوله بتاعتك. فانا على سبيل المثال انا دولتي مصر، في الدول مترتبه ترتيب ابجدي ومختصرين طبعا البلاد لاول حرفين من الدولة، فهنا اي جي اللي هي مصر، ادي اي جي، والمفتاح بتاعها اللي هو بلس 20. بعد كده هنا هتكتب رقم الموبايل بتاعك، بعد كده هتيجي تدوس على سند، ده الموبايل اللي عليه الخط اللي شغال، فالمفروض هتيجي رسالة تفعيل على الموبايل زي ما هنشوف دلوقتي. زي ما احنا شايفين الرسالة جت اهي فوق، فهتجي لك رسالة بالشكل ده كده، هتيجي تدوس على الرابط الموجود في الرسالة ما تقلقش. بعد كده هيقول لك هتفتحه بإيه، هفتحه من خلال المتصفح. بعد كده هينقلك على جوجل بلاي فهيطلب منك تثبت برنامج مايكروسوفت لانشر، ده برنامج رسمي لمايكروسوفت، هبدأ أثبته، حجمه صغير جدا هينزل معاك على طول على حسب سرعة النت عندك. زي ما احنا شايفين قدامنا ده البرنامج اتسطب، مش هتفتحه ولا تعمل أي حاجة. هتيجي بقى تجرب تفتح أي موقع موجود عندك على الموبايل، ولكن موقعنا موقع تكنو عربي، هنفتح اي موضوع زي كده. بعد كده هاجي ادوس على الثلاث نقط الموجودين فوق دول واختار منها شير، هتلاقي من وسط الاختيارات دي خيار جديد ظهر اسمه كونتينيو اون بي سي اللي هو موجود قدامك ده، هتدوس عليه. بعد كده هتدوس على كونتينيو ناو، هتدوس على ساين ان ويز مايكروسوفت، هتكتب بقى الايميل بتاعك بتاع مايكروسوفت اللي هو بقى كان هوت ميل او اي ايميل تابع لشركه مايكروسوفت. بعد ما بتكتب الايميل بتاع مايكروسوفت وتدوس تسجيل دخول هتلاقي متصفح ايدج فتح بشكل اوتوماتيك بدون ما تتدخل على الجهاز بتاعك. زي ما احنا شايفين هيفتح نفس اللينك، هنشيل بقى كده الموبايل ده دلوقتي، جاب لك حتى تحت نوتيفيكيشن ان الصفحه دي فتحت، فزي ما احنا شايفين قدامنا، خلينا بس نلغي دي دلوقتي، فده اللينك اللي انت فاتحه على الموقع او على الموبايل زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنا نفس الرابط بتاع الموضوع اهو، شيل بقى كده الموبايل دلوقتي، فكده الموبايل تم ربطه. لو جيت تشوف المانج فون هتلاقي فيه موبايل وان بلس وان موجود اهو، ونوعه اندرويد، وتقدر طبعا تضيف اكتر من موبايل على الجهاز. ده بكل بساطة كان شرح الموضوع، يا ريت في الاخر ما تنساش تدعمني بانك تضغط لايك للفيديو وتدوس سبسكرايب او اشتراك للقناة من الايقونة المدورة اللي فوق بالرؤوس دي، ولو كان عندك اي استفسار اي اقتراح سيبولي من خلال التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو، وما تنساش تقول لي ايه رأيك في الميزة دي وايه اللي انت متوقعه ان مايكروسوفت ممكن تضيفه او اللي انت حابب ان مايكروسوفت تضيفه في التحديثات الجاية من ويندوز 10، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، وما تنسوش طريقة تحميل ويندوز 10 والتحديثات الجديدة هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.